تضامن مع السيدة شيماء عيسى، وشيماء عيسى الآن هي محل تتبع قضائي لأسباب مجهولة إلى حد الآن، ولكن يبدو من خلال الأجواء أنه يتعلق بحرية الرأي، عبرت على الرأي، وهي تحاسب على ما صرحت به من آراء في مختلف التظاهرات أو التدخلات. ولذلك هذا جزء من سياسة كاملة تسن فيها الحكومة لملاحقة كل رأي حر واستهداف كل القيادات السياسية. ولذلك الجبهة، جبهة الخلاص الوطني، تستنكر هذا التتبع وتطلب بإيقافه حالا. وعلى كل حال احنا في انتظار السيدة شيماء عيسى، ونشوفه على ضوء نتيجة هذا الاستنتاج ايش هي اللي ممكن نعمله. حسب تصريح مدام شيماء عيسى معناتها صرحت قالت انا ما تمش اعلامي، شفت كما الناس كل على الفيسبوك معناتها. هي هو وقع استدعاها عن طريق استدعاء رسمي، ولكن ما بينوش فيه لا التهم ولا النصوص القانونية المنطبقة، وبالتالي هي جاتوني وتجهل ما هو الشيء اللي يعيبوها عليها. حد الآن كانت تعطينا معناتها تقولنا شنو التهم اللي متوجه مدام شيماء؟ هي مدام ما وقعش تنصيص عليها في الاستدعاء ما نجموش نعرفوا شنو هي. اي هنا ننتظروا تو نعرفوا كي يخرجوا المحامين يقولوا لنا شنو هي التهم الموجهه وشنو هي القانون المنطبق. خبيك في تصريحك انت قلت لي اول ما بديت الكلام قلت لي اليوم انا حكاو على حريه التعبير في خطر. حرية التعبير تتعرض للهتك منذ 25 جويلية 2021. شخصيات سياسية من الصف الأول قاعدة تحال على القضاء العسكري والقضاء المدني من أجل جرائم رأي، وفي نفس الوقت مدونين وصحفيين ومع حتى محامين كما سي العياشي الهمامي ومسؤولين كما شي غازي الشواشي إلى آخره، هم محل تتبع من أجل حرية التعبير عن الرأي. وبالتالي فما رغبة في إسكات كل الأصوات الحرة، ولكن هذا عمره ولا مشى ولا يمشي في المستقبل. اليوم فما استنطاق شيماء عيسى اللي هي مناضلة من أجل الديمقراطية بقطع النظر على الاختلاف الفكري، ربما مش فكري هو سياسي. هي أول حاجة من حقها التام التعبير على موقفها، من حقها اليوم تاخذ موقف سياسي ضد ما يحصل منذ 25 جويلية، وهذا معناها جل أظن الناشطين والنشطات السياسيين والحقوقيين والحقوقيات اليوم هما ضد ما حصل بعد 25 جويلية 21، فهذا داخل في إطار حرية التعبير. هذايا هالمرسوم 54 هذايا حتى هنا سيف على الرقاب نتاعنا، لكن هما ينساو دائما اللي الاستبداد عمره ما يدوم، وانهم هما مارون بالانتخابات. فما انتخابات في بلادنا ومسار الانتخابي ماهوش نتخلاو عليه، وكل واحد ياخو حقه وكل واحد يتحاسب على فعله. اليوم هذايا معناها يحبوا يسكتوا العباد، اللي هي باش تسكت لنا احنا باش نسكتوا، واضح. نقول حريات في خطر، حريات التعبير في خطر. ما حقوا شنو اليوم؟ ما منذ احنا اللي وقت اللي الانسان تامنوا على الدستور وهو يخرج على الدستور تجي في خطر. في خطر على حقوقك، في خطر على معناها احترام القانون، في خطر على انك اليوم معناها فما قضاء مستقل، كل شيء في خطر. ما نعرفش انا وقتاش الحكايه باش تتحل، وقتاش السيد هذا باش يفيق ويعرف اللي راهو توانسه ما همش مستعدين باش يقبلوا الاستبداد، مش مستعدين باش يقبلوا التراجع على المكاسب. اما انا نقول لك اللي هذا ما ينجمش يستمر، لانه توانسه اللي عاشوا ولو مده قصيره في حريه، والحريه هذه فيها مشاكل والديمقراطيه فيها مشاكل، لكن مش ممكن نتراجعوا ونرجعوا للاستبداد. احنا جينا احنا وهي وما نعرفوش شنو الخلفيه، رغم اللي ثم ما نعرفوش، جاء استدعاء فقط. رغم اللي ثم صفحات مقربه من الانقلاب قبل ثلاثة ايام تحكي على القضيه. جينا لقينا الامر يتعلق بحوار صحفي، حوار اذاعي في اذاعه اي اف ام. تم توجيه مجموعه من التهم الاختيره، رفضت الجواب
رفضت الإمضاء، تم إعلام بقرار تحجير السفر اتخذ قبل ما يسمعوها، قبل الاستماع اللي هي بالطبيعة حتى اللي مش قارئ قانوني يعرف أنه ما يجيش. كنت أعطينا معلومة صحيحة، قانونيا شنو؟ قانونيا يلزم الاستماع لها ومن بعد قاضي التحقيق والجهة المتعهدة تتخذ إجراءات احترازية، ولكن تم اتخاذها قبل الاستماع لها. المحضر فيه فقط أسئلة بدون جواب وما فيش إمضاءات، وتم إعلامها بقرار تحجير السفر عليه، وتمت مراجعة الجهة اللي أعطت النيابة اللي هي قاضي تحقيق ثالث بالمحكمة الابتدائية العسكرية بتونس، تم قائم حد صراحة في خطر كبير، لأنه إذا كان كل من يمشي الإذاعة يزم يحضر محامين. أي نعم. عايش الأمامي، لزر العكرمي، غازي الشواشي، شيماء عيسى، وكل اللي يقولوا أراء معارضة للانقلاب مهددين أنهم مش يلقوا رواحهم يا أما قدام القضاء العدلي ولا قدام القضاء العسكري. في تصريح شيماء صرحت قالت أنا ما علمت معناتها كان على الفيسبوك قبل ما يجيني معناتها القرار الرسمي. هي والمحامين نتاعها. احنا بيدنا عرفنا التهم والواقعة اليوم في الفيسبوك واليوم قدام الفرقة. ومش عند الناس الكل، عند الناس الموالين للانقلاب. اولا احنا منذ 3 أيام ولا 4 أيام يعني خرج على وسائل التواصل الاجتماعي خبر فضيحة تسريب اختراق لمؤسسة الدولة بأنه شيماء عيسى القيادية في جبهة الخلاص ستحال أمام قاضي التحقيق. يتضح أنه قاضي التحقيق عسكري، مرة أخرى مدنية تحال أمام القضاء العسكري. يعني أن سلطة الانقلاب مواصلة في نهج خرق حقوق الإنسان والمبادئ والقيم الأساسية الكونية في احترام حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، توظيف القضاء العسكري في ملاحقة الخصوم السياسيين مرة أخرى بعد العميد الكيلاني شيماء عيسى وغيرها من النواب والإعلاميين والناشطين السياسيين. احنا متحضرين، عارفين انه سلطة الانقلاب كل ما يشتد عليها الخناق وكل ما توصل الى مآزق من نوع هذايا شدد يعني تسلطها وظلمها على حرية الرأي، على حرية التعبير، على حرية التنظم، على حرية النشاط. هذا انتقام من شيماء عيسى للدور اللي لعبته منذ عام. انتقام طبعا، سلطة الانقلاب الآن تنتقم من شيماء عيسى للأدوار اللي لعبتها في كشف الانقلاب، كشف الانقلاب في الداخل، كشف الانقلاب في الخارج، كشف الانقلاب في المظاهرات، في الاجتماعات الشعبية. شيماء عيسى أحد أيقونات المقاومة، مقاومة الانقلاب منذ 25 جويلية 2021. سلطة الانقلاب دارت ملقات ما تشد على شيماء عيسى. مش اليوم، الحريات في خطر منذ ليلة 25 جويلية، انطلاقا من خطاب التخوين، انطلاقا من خطاب التقسيم، انطلاقا من خطاب الوصم والاستهداف للناشطين السياسيين والمعارضين السياسيين وكل من عنده رأي مخالف لسلطان تونس الجديد. لكن الانتقام هذايا هو عنوان ضعف مش عنوان قوة، ما يزيد المقاومين والمناضلين إلا تصميم وإصرار على المواصلة. ما نشمش نخافوا، شيماء عيسى متحضرة لهذا، عارفة على شنو قادمة، عارفة طبيعة هالمنظومة هذه، طبيعة النظام هذايا، نظام قمعي، نظام استبدادي. ما فماش، وهذا يفند مرة أخرى المقولة أنه النجم يكون عندك نظام يحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية وهو نظام مش ديمقراطي، نظام مغتصب للسلطة. يعني كسر رؤوس التوانسة بأنه الحقوق محفوظة والحريات محفوظة والنشطاء وأصحاب الرأي المخالف يحالون أمام القضاء العسكري واحدا تلو الآخر. جو أنت في تصريح بتاعك من الأول قلت فهم نقطة استفهام كبيرة، كيفاش معناتها الفيسبوك يعلم قبل ما نعلموا احنا، قبل ما يعلموا المحامين نتاعها، قبل ما تعلم هي شخصيا؟ هذا اختراق اجرائي كبير وخطير، يخلينا نعتقد انه سلامة شيماء عيسى ماهيش مضمونة، سلامتها الجسدية ماهيش مضمونة، لأنه معطيات من نوع هذايا يتم تسريبها من طرف أشخاص معادين للمقاومة، معادين للديمقراطية، يعني يخططوا منذ زمان لاستهداف المعارضين السياسيين ويسميهم بالاسم، أنه
يكون عندهم المعطيات هذه اللي هي معطيات قضائية، والآن اتضحنا معطيات قضائية عسكرية. منين خرجت من أي جهة تم تسريب وفاة شادلي المحامية؟ شكون من أجهزة الدولة اللي وصل لها المعلومات هذه، خاصة وأن الإنابة خرجت على القضاء العسكري، يعني التسريب نيابة من القضاء العسكري، يعني التسريب من أين جاء؟ كيف وصلت هذه المعلومات؟ إذا هذا يعني أنه سلامة الإجراءات مضروبة، ويعني أيضا أنه سلامة شيماء عيسى الجسدية محل سؤال. شكرا لك.